هنتكلم بقى في الفصل ال11، مراجعة المصروفات والمدفوعات. خطوات المراجعة زي ما اتفقنا ثوابت ثابتة، وأهداف المراجعة الفرعية ثابتة قدام حضراتكم: التأكد من المصروفات مثبتة تحققت فعلا، صحة قيمة المصروفات، سلامة التوجيه المحاسبي، التوزيع الزمني، الإفصاح. يبقى نفس الكلام اللي قلناه في الإيرادات هنقوله في المصروفات، تيبيكال كما هو هو. طب احنا اتكلمنا في اهداف الفرعية للمصروفات، طب الاجراءات هل هتختلف ولا هي الاجراءات مش هتختلف حاجة خالص؟ يبقى الاجراءات كمان هي مش هتختلف. طب ايه المطلوب في الاجراءات عند حضرتك؟ زي ما اتفقنا عندنا 3 خطوات من الاجراءات: فحص نظام رقابة داخلية، حالة سلامة نظام الرقابة الداخلية، مراجعة حسابية، مراجعة فنية. وقلنا المراجعة الحسابية حسابات، أرقام، حجم مشتريات، أسعار. أما المراجعة الفنية فبتعتمد على التوجيه المحاسبي وأوامر التوريد وأوامر الشراء ودراسة أكثر عمقا من المراجعة الحسابية. يبقى زي ما اتفقنا بيبتدي يكمل المراجعة الفنية بتاعته زي مراجعة الإيرادات بالظبط، بيفحص، يستلم، يتأكد، يشوف الإنشورنس، التأمين اللي محطوط، مراجعة الفواتير مستنديا، إشعارات إضافة المورجين، إشعارات الإضافة مع سجلات المخازن، قيد الشراء بيتعمل إزاي، طبعا من المشتريات إلى النقدية دي لو شراء نقدي، أو من المشتريات إلى المورجين اللي هم حسابات الدائنين ده لو شراء آجل. ويبتدي بقى يتحقق من الدورة المستندية، ويبتدي يفحص إجراءات البضاعة المرفوضة أو المرتدة اللي هي بنسميها مردودات المشتريات، ويتأكد من الخصم المكتسب موجود ولا مش موجود، طب المدة مظبوطة مش مظبوطة، طب نسبة الخصم قد إيه. وطبعا الخصم المكتسب بنسميه خصم نقدي على المشتريات أو خصم دائم. كل دي خطوات موجودة قدام حضرتك، مطلوب إن أنت تقراها كقراءة عشان تقدر تحدد إيه الخطوات اللي المراجع لازم يعملها وهو بيراجع المراجعة الفنية. خد بال جنابك بقى هنا عند قيامك بالفحص لإحدى المنشآت التجارية توصلت إلى ما يلي: الجزء العملي ألف وب، هنحل واحدة منهم، هما الاتنين محلولين بس عشان تشوف طريقة الحل. رصيد حساب المورد 200,000 وفي فاتورة شراء بالآجل بمبلغ 30,000 لم تقيد، يعني نسيوا يسجلوها. يبقى المفروض لو أنا سجلتها يبقى حساب المورجين 230,000. لما جينا نسدد للمورجين تم سداد مبلغ 220 يمثل رصيد المورجين. طب ازاي؟ لو المفروض المورجين بقت 230، احنا سددنا ايه؟ 220 بالكامل، يعني كده خلاص دفعنا كل حصتنا، طب ناقص 10,000 جنيه. اعتبر المبلغ الباقي تنازلات من المورجين. المورد اداني ايه؟ خصم، وطبعا ده خصم على عملية فاتورة شراء، يبقى اسمه خصم مكتسب ولم تسجل عملية السداد بدفاتر الشركة. المطلوب بيان التوجيه المحاسبي السليم والاختبارات المطلوبة وأثرها على تحقيق أهداف المراجعة. هنا عايز القيد المحاسبي ماشي، بس في نقطة مهمة، قال لك الأثر على تحقيق أهداف المراجعة، طبعا يقصد أهداف المراجعة هنا الأهداف الفرعية. نشوف الكلام ده مع بعض. هنبتدي نحط ال5 أهداف الفرعية للمراجعة اللي اتفقنا عليهم. أول هدف بنقول عليه دايما هو التحقق من حدوث العملية، إن العملية حصلت. طب العملية حصلت ولا كان في نقص، في حاجة ما اتعملتش، تحريف بالنقص؟ لا، كان في تحريف بالنقص. إيه هو؟ قيد مشتريات ب30,000 لم يسجل، يبقى إحنا المفروض إحنا نطمن ان القيد ده اتسجل. طب لما يتسجل التوجيه المحاسبي السليم بتاعه يبقى ايه؟ يبقى من حساب المشتريات الى حساب الدائنين او المورجين. ده الهدف الاولاني، تحققنا من حدوث العمليه. الهدف الثاني التحقق من صحه قيمه المصروفات المسجله. طيب المصروف اللي اتسجل هيبقى بكام؟ مصروف مشتريات هيبان في قائمه الدخل مصروف ب 230، 200 رصيد و30 اتضافت. طيب وفي المركز المالي هيبان المورجين المفروض بكام؟ ب 230 اللي هو حساب الدائنين. طب الثالثة، النقطة الثالثة، التأكد من سلامة وصحة التوجيه المحاسبي.
يبقى الطيب بتاعنا صحة التوجيه المحاسبي هيبقى ايه؟ هيبقى هنيجي نسدد المورجين اللي هم كانوا المفروض هيبانوا في الميزانية ب 230، هندفعهم، يعني كأن الرصيد خلاص هيبقى صفر. يبقى من حساب المورجين إلى حساب حاجتين مذكورين. الخزنة هو قال لك سدد بالكامل 220، وفي 10 زادت احنا كسبناها اسمها خصم مكتسب، تنازلات من المورجين. طيب الهدف الرابع التحقق من التوزيع الزمني السليم للمصروفات والمدفوعات، يعني من العملية دي تمت في الوقت صح بتاعها المسجل فيه، نراعي مدة الائتمان، المدة اللي أنا بسمح بيها إن أنا أسدد للمورد، ومدة المهلة المسموح بيها للخصم المكتسب، هل المدة دي اتحسبت صح ولا في مشكلة في حساباتها؟ حاجات دي مهمة جدا ناخد بالنا منها. بعد كده الهدف الخامس الإفصاح المهني. الإفصاح يا جماعة لازم نفصح في كل عملية لبنود المصروفات ونعرضها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في قائمة الدخل. طب قائمة الدخل فيها مشتريات ب 230 بس؟ لا، في حاجة تانية هتبان في قائمة الدخل، في خصم مكتسب، ده يمثل إيرادات، خصم مكتسب ب 10,000، وفي نفس الوقت لازم أعدل رصيد المورجين بعد إثبات عملية السداد. هي كانت 230 اللي هي 200 زائد 30، وجينا في القيد الثاني دفعنا 230,000، أصبح رصيد المورجين يساوي إيه؟ صفر. نفس الحالة دي هتحلها مرة تانية، حضرتك هتتمرن عليها، اللي هي الحالة التانية موجودة في تمرين رقم 3، والحل قدام حضرتك على الشاشة. ده حل التمرين اللي هو حضرتك هتتمرن عليه، ودي الإجابة بتاعته موجودة عند حضرتك. التمرين الرابع نفس الكلام، هتعمل تسويات مناسبة وتقول لي المؤشرات وتعدي المجمل الربح. طبعا لما يكون عندنا إعلان مقدم، ده مصروف مقدم يبان في الميزانية ب 9,000 مدفوع ل 3 سنين بداية من 1/7، والسنة المالية بتنتهي في 1/12، يبقى اللي يخص السنة 6 أشهر، يبقى نحسب المصروف ده عن 6 أشهر. مرتب مدير المشتريات الشهري 8,000 جنيه لم يسدد مرتب شهرين، يبقى 16,000 جنيه مصروف مستحق. طب ديون معدومة 24,000 ورصيد العملاء 174، يبقى لو شلنا ال 24 من رصيد العملاء هيبقى 150,000، ده رصيد العملاء الجديد. إيراد فوائد مستحق عن أوراق قبض 5,000 جنيه. إيراد فوائد مستحق ده أصل في الميزانية، يبقى من إيراد فوائد مستحقة إلى حساب الإيرادات ب 5,000 جنيه. مصاريف بيع تمثل خمس المبيعات، يعني 800,000 نضربها في خمس. فإذا علمت أنه لم تتم تسوية البنود السابقة، لم تتم، يبقى أنت هتعمل الكود اللي أنا قلت عليها ديت هنعملها. وفي كان في مجمل ربح 200,000 جنيه، وكان في مجمل ربح 200,000 جنيه. طيب كل دي عملية تسوية عادية. الجديد بقى إذا علمت إن المؤشرات المستخرجة من الموازنة كانت، ده الموازنة موازنة يعني مؤشرات مخططة، مصروفات بيع 16، ديون معدومة 5، مجمل ربح 30، قول لي مؤشرات لازمة للحكم على أداء الشركة، يبقى الشركة دي أداءها كويس ولا وحش كمراجع، رأيك إيه؟ دي قيود التسوية اللي أنا حليتها معاك وإحنا بنقرأ التمرين، هتبتدي تمشي قيد قيد وتشوف الدنيا ماشية صح ولا غلط معاك. بعد ما عملنا القيود ابتدينا نحط المؤشرات بتاعتنا، فلما جينا حسبنا نسبة مصروفات البيع إلى المبيعات، طلعت حطينا مصاريف البيع على المبيعات وقسمناهم، طلعت 20%. بس خد بالك المخطط كان كام؟ 16%. يبقى معنى كده ايه؟ ان الشركة عاملة حسابها ان مصاريف البيع تكون 16%، بس هي صرفت 20%، يبقى ده في غير صالح المنشأة. طيب النسبة التانية الديون المعدومة الى العملاء طلعت 16%، والشركة كانت حاطة النسبة كام؟ 5%، لا ده عندها ديون معدومة كتيرة قوي، يبقى ده في غير صالح المنشأة. النسبة التالتة مجمل الربح هنقسمه على المبيعات طلع 25%، هي كانت مخططة 30%،
يبقى الفعلية أقل، ربحها أقل، يبقى في غير صالح في المنشأة. يبقى أداء المنشأة في هذه البنود مش مظبوط أو سيء، وهذه العملية أثرت على صافي الربح. ضفنا الإيرادات وطرحنا المصروفات، فلقينا صافي الربح إيه؟ اتغير في العملية دي. السؤال الخامس تكرار للسؤال الرابع، عشان كده هتلاقي حتى موجود دور أكتوبر لأنه جه في امتحان قبل كده. نفس البنود، واعمل المؤشرات واحكم على كفاءة المؤشرات، وهتلاقي الكلام دوت محلول في صفحة 14. وكده ده الحل. هنا هتلاقي بقى هنا في حاجة عكس التمرين اللي فات، يعني المصاريف البيع كانت 6%، الفعل 22%، مظبوط كده. ال 15% بقت 13%، نسبة الديون قلت. طب مجمل الربح كان كام عند حضرتك؟ 12% بقى 18%، كله في صالح الايه؟ المنشأة، كله في صالح المنشأة.